اللاعب علي فرحات من مصر، كلمنا عن منافساتك في الجولات السابقة واستعداداتكم للجولة المقبلة اللي احنا عرفنا ان هي تكون اشد حماسا من اللي قبلها. في الحقيقة انا لحد دلوقتي كسبت 3 ماتشات وخسرت مباراة من لاعب روسي، وفي الحقيقة الماتش كان صعب وانا كان عندي فرصة ان انا اتعادل، بس انت وانت الواحد بيلعب على الروعة كده بيبقى عنده روح قتالية اكتر ان هو بيفوز، فانا اتزنقت في الوقت لكن ما قدرتش خصمي كويس فخسرت الدور بسبب عدم تقييمي للموقف مظبوط يعني. وطبعا فاضل لسه 5 جولات، الواحد النهارده هلعب مع جراند ماستر وومن جراند ماستر من اوكرانيا، هي قويه انا شفت لها دور كتير في الداتابيز بتستعد استعداد قوي، والمباراه اللي جايه فاضل 5 مباريات على الاقل الواحد محتاج يكسب منهم 4 مباريات عشان يحقق مركز كويس يليق بالمسابقه يعني. اجمالي مستوى المشاركات او المشتركين في هذه البطوله كيف ترى؟ هو في الحقيقه انا فوجئت، انا بالنسبه لي كان اول سنه اشترك في البطوله هنا في البحرين، انا فوجئت ان في كم كبير قوي من اللعيبه الاقوياء، انا لعبت مسابقات كتير في اوروبا وفي امريكا ما كانش يبقى في كم عدد الاساتذه، واللي بيرفع عدد الاساتذه اللي انا عرفت سمعه المسابقه بتاعت السنه اللي فاتت كانت ادت انطباع كويس لبعض اللعيبه من ناحيه الاقامه ومن ناحيه الجوائز وارتفاع مستوى الجوائز والتسهيلات اللي بتقدمها اللجنه المنظمه للاعبين هي اللي بترفع من مستوى عدد اللاعبين الاقوياء من جميع انحاء العالم، وانت عندكم 21 دوله بتمثل بتلعب في البطوله فدي رقم هايل قوي بالنسبه لبطوله شطرنج دوليه يعني. فقد يشعر البعض إن بشرف المشاركة في مثل هذه البطولات الدولية التي يشارك فيها الأساتذة المدربين والحكام الدوليين أصحاب الخبرة الكبيرة في مجال لعبة الشطرنج الذي يعد حافزا ودعما لهم للخوض في مثل هذه البطولات حتى لو إنهم أكدوا توقعاتهم بخسارة اللقب. هذا ما أكدت رئيسة الوفد الإماراتي السيدة فوزية لطفي. مستوى البطولة بطولة وايد قوية فيها أساتذة دوليين، فبالنسبة للاعبين الحمد لله مستواهم يعني أوكي عالي، عشان عندنا نحن أوردي ريتينج، عندنا كل شيء يعني، عندنا حتى ألقاب دولية، بس نحن جايين هالبطولة عشان بطولة وايد قوية ونستفيد من هالبطولة وقد ما نقدر ناخذ يعني نعلي ريتينج مال اللاعبين. ما شاء الله احنا نشوفك مع اطفالك، باعتقادك ان المرأة الخليجية او حتى العربية بشكل عام ممكن تشارك في مثل هذه البطولات بدون اي اعاقة؟ طبعا يعني المرأة ما شاء الله يعني الحين في الدول الخليج في الدول العربية كلهم يعني خلاص يعني متثقفات وقادرين يعني يدخلون يقحمون في اي عالم الرياضة. ما تحس انه ممكن تشكل مصاعب مثلا اثناء السفر او اثناء المشاركة في البطولات؟ لا بالنسبة لي يعني لا، يعني قبل شهر كنت حتى في بطولة ألمانيا أولمبيات ما حصلت أي صعوبة يعني، ما عدا عيال عندي بعد أبناء في المدارس، بس يعني الحمد لله أقدر أوفق مع عيالي والشطرنج. اللقب توقعينه بيكون عربي أم غير عربي؟ أتوقع طبعا لا بطولة قوية جدا، بس إن شاء الله اللاعبين قد ما يرمون ياخذون ألقاب، إن شاء الله ياخذون ألقاب دولية أو يزيدون من النورمات اللي عندهم. لاعب جاسم الحوار لاعب منتخب الإماراتي، خبرنا عن مشاركة الإماراتيين في هذه البطولة بشكل قوي نساء ورجالا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بطولة البحرين الدولية جت بمشاركتها من قبل اتحاد الإمارات بعد دعوة جاية من الاتحاد البحريني، والبطولة من الناحية الفنية كانت مشجعة للإماراتيين للمشاركة، حيث فيها تقريبا ما يعادل 10 أو 12 جرام ماستر وزاد لعيبة عرب أقوية. لاحظنا دخول العرب في هذه البطولة بشكل قوي في البداية، توقعاتك لنهاية هذه البطولة هل ستكون على نفس الرتم أم هنالك مفاجآت؟ بالنسبة للاعبين العرب طبعا اللاعبين العرب عندنا عدد لاعبين مصريين اللي هو باسم أمين وأحمد عدلي، أحمد عدلي بطل العالم تحت 20 سنة السنة اللي فاتت، طبعا منافس قوي للبطولة، وباسم أمين نفس الوقت هو منافس قوي. وبالنسبة للاعبين الإماراتيين جايين هنا للمشاركة والاحتكاك ومع وجود اللاعبين الأقوياء.
نادي الشطرنج ينظم هذا البطولة مع العلم أنه هو تأسس من 3 سنوات فقط. بشرة نظرك يعني كيف قدم لكم المساعدات والتسهيلات لتوفير الهدوء والتركيز للاعبين؟ والله الاتحاد البحريني مشكورا، قدم تسهيلات كثيرة في البطولة. أول شيء بالنسبة لقاعة الإبقاء جيدة للعب، للتركيز، الهدوء موجود. مكان السكن اللاعبين تقريبا حوالي أقل من 20 متر، يعني فأشياء مساعدة جدا للتركيز في المباريات وتقديم مستويات جيدة. ينشغل اللاعبين في بقية جولات البطولة الدولية للشطرنج الذي تعد أهم وأقوى من الجولات التنافسية السابقة، ولكنها تبقى في الأخير لعبة ذهنية احترافية يفوز بها من شهد أقوى جولاتها الأخيرة لنيل شرف التتويج. مشاهدينا الكرام، رسالتنا الخامسة لهذا اليوم انتهت، اللي ضمت منافسات اللاعبين ومشاركتهم في بطولة أركبيتا الدولية للشطرنج. نتمنى إن شاء الله تتابعونا في الرسالة السادسة. مع السلامة.